اها العدوات العدوين، انت كي دايرين يا جدكم؟ غادي نوريكم واحد العشبة، ولكن ما غادي يعرفوها غير ناس العربية بحالي. حاشاكو كنا نمشيو رجال وعيالات، والدايين البهايم والدايين الخرج والشبكة. نمشيو نحطبو، يعني نحطبو نجيبو عواد، ولا نجيبو الحلفة. هذه الحلفة، يعني الحلفة القديم، فهمتي؟ هذه الحلفة القديم. كنا شي ماشيين وجايين حيدوس رجال وعيالات، عاقلينها بنات العربية بحالي ولاد العربية. هذه الحلفة فيها منافع كثيرة، كنخدمو بها الطباق الكساكس، كنخدمو بها تاني كاين الكوارد، تاني كاين كيدبغو بها صحاب الجلد صحاب الكوير، فهمتو؟ لكن فيها منافع كثيرة، كاين اللي تشوفها كتحقرها، فهمتي؟ غادي نوريكم هذا المنظر، شوفوا مرة. هيا غي، هذه الحلفة القديم، فهمتي؟ كنخدموا بها الطباق الكساكس، راه من بزاف من هنا الكورت انا كنتمشى نخدموا بها الكساكس، نخدموا بها الطباق، نخدموا بها كلشي، فهمتي؟ لكن فيها منافع كثيرة. هاي شتيها الحلف، نحرقوها تاني كين ونطيبوا بها الخبز، فهمتي؟ بكري ما كانت لا بوطة ولا هم يحزنون، كنا نطيبوا على النار. نجيبو تاني كين الوقيت، كاين اللي ما تعرفش الوقيت، هو حاشاك الزبل ديال البقار العقار والزبل ديال الخيل وكلشي، وكنقلبوه نقلبوه على الشمس، كل يوم نقلبوه على الشمس ونطيبوا بيه كل شيء، كان يجي بنين. اليوم بنتي مين تشوف حاشاك شي زبله ديال البقره كتغوت غير تغويته، قلت لها شحال كلينا خبز بها بنتي. قلت لها هذا الشيء، قالت لي واش كنتوا تطيبوا بهذا؟ قلت لها فعلا كنا نطيبوا بالوقيد هذا ديال البقر ونقلبوه على الشمس بالمدره وديال الخيل وديال كل شيء. وقلت لها كنا نطيبوا غير على النار، فهمتي؟ ونسخنوه على النار، لا في الشتا ولا تاني كنا نحرقوه، داك الرماد دياله واعر، يتخلط مع زيت الزيتون وواعر البواسير الخارجين ولا نزيف الدم، واعر واعر واعر، فهمت؟ تاني كان يحرقوه الواغشات، كان يحرقوه الواغشات ويديروه للشعر ديالو، فهمتي؟ يزيدوا عليه واحد المغيلقه صغيره ديال زيت الزيتون، ويزيدوا عليه الماء ويديروه واحد العجنه فوق راسهم من الصباح حتى العشيه، ويغسلوا الشعر ديالو، كان واعر، تعرف واعر واعر. تاني كانوا يطحنوه ويبسوه ويخلطوه مع الحنه، فهمتي؟ يخلطوه مع الحنه تاني كين ويديروا الشعر ديالو، شحال كان يطول الشعر. تاني كانوا يرطبوه البنات، يرطبوه ليله كامله، والصباح داك الماء ديالو صفيوه ويرشوه على الشعر ديالهم النهار كامل، والعشيه يغسلوه، فهمتي؟ تاني كين هذا كنديروا به استفراغ السحر، غادي تحير الكل ترطبيه تكثري به بزاف وتجي به خضر، يعني خضر من نقول لكم خضر يعني يكون عاد نبته، يكون عاد جديد، فهمتي؟ كنجيبو غير الخضر، نهزو غير هادو اللي يكونوا خضر، راه لاحظتوهم ها هما هادو خضر، ونجيبوه ونرطبوه، نكثروا من النهار نرطبوه ونصفيوه الصباح ونشربوه على الصباح، على الصباح قيمتي يطرو تشربيه ما تفوتيش 10 دقائق، التقيه الفايته والبيته، بصح ما تاكليش جوج سوايع، جوج سوايع ما تاكليش. انا باقي الان ندير به استفراغ السحر، من جاوني ولاد فرنسا يعلموني بكري كنمشي للجبل ونجيبوه ونرطبوه، فهمتي؟ ونصفيه، ولاد فرنسا بنات امريكا بنات كيجيو عندهم كل الدول، فهمتي؟ هذا راه واعر فيه منافع كثيره. تاني كين يا اختي ترطبيه، وداك الماء ديالو تاني كين زوين، تاني كين نطيبو به الشاي، تاني كين تغسلي به الجسد ديالك اللي كان عندك تجاعيد لحب الشباب بقع السوداء، فهمتي؟ تجاعيد واعر واعر، التجاعيد التجاعيد واعر واعر، فهمتي؟ تاني كين نرطبوه ونشربوه على الصباح، تشربي غير اللي بغيتي واحد الكاس ولا جوج كيسان. تاني كين القولون العصاب الغازات اذا كانت عندك الغده الدرقيه، او تكيس المبايض واعر، بنات العربيه بحالي راه كيعرفوا كيديروا تكيس المبايض واعر، فهمتي؟ تاني كل المراه اللي كيكون عندها العقم، اللي يكون كان عندها العقم تخليه 4 ايام غادي يطلق شويه واحد الريحه خانزه بصح زوين، اللي عندها العقم يعني ديال الميلاد لا الراجل ولا المراه، ولا الراجل تاني كيتقف على الجماع ولا المراه بتقف على الجماع، تاني كين تخليه يومين ولا 3 ايام يطلق واحد الريحه بصح مزوين، تصفيه وتشربي، فهمتي؟ تاني كاين هذاك تشربي كل ما عطاش لي غير في استفراغ السحر اللي خاصك تشربي يوتر، اما لا الاخرين في كيس ميتاه راه زوين بزاف. تاني كاين الا كانت عندك الجربه او الحكه
والله الاكزيما، او والله البهاق، فهمتي؟ واذا كانت عندك تعلابه واعر، فهمتي؟ اذا كان عندك تعلابه كديري له، فهمتي؟ اذا كانت عندك تعلابه والصدفيه تحرقيه وتخلطيه مع زيت الكبريت، فهمتي؟ تخلطيه مع زيت الكبريت واعر 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 واعر، فهمتي؟ لكن الجذور دياله تاني كي كيشدوه ويطيبوه ويطيبوه بزاف، ويزيدوا عليه جذور الشيح وجذور الحرمل وجذور مريوت، هادو تزيدي واحد جوج اوراق الدفله وطيبيه على نار هاديه وتصفيه. وتعرفي ويلا كان عندك سياتك ولا الدار ولا رجليك ولا عندك السحر المرشوش، يعني وجعوا رجليك او نعس عليك رجليك او ولا يديك او ولا عندك الشلل، بصح طيبيه وزيدي عليه تاني كاين الفيجل، فهمتي؟ الا كان عندك خضر حسن، الا كانش عندك خضر، خضر راك تشريوه من عند دوك اللي كيبيعوا الغرسات اللي فيه، كيبيعوا الشجور والازهار باش تغرسي، تما تشري السوداب يعني بلا ما تزرعيه عاد يتعطل عليك، لان الا زرعتيه بذور يتعطل عليك شهر والله. اللهم ما تمشي تشري غرسه وتخليها في الدار زوينه حتى الجنون وكيسم، فهمتي؟ هو هذا هو القدي الحلف، قلنا نديرو به الشباك، نديرو به الخرج، نديرو به الطباق، نديرو به المخيط، ايام المخيط يا الدريات يعني. والواد نشكو الواد والريح تاني كي نشربو من الواد الحلو، غادي نوريك واحد المنظر. هذا هو القدي، راني في الجبل نوريك واش كملت نقلب على الدهب، راها مرسي عامله الدهب وانتم طالعين غير على تمار، فهمتوا؟ غادي نوريك واحد المنظر، ها الحلفه غي غي شتو على منظر كذا، فهمتوا؟ راه من هنا بزاف البر كيتمشى، ولكن انا من نكون نقلب على الدهب نتبع غير الواد، فهمتي؟ شتي شتي على منظر كذا، شوف منظر واعر واعر واعر، شوف شتي كذا، هاد الجهة زوينة بزاف، شوفي داير هاد الميرادور، الناس باش تقدر تسمع البندر. البندر هو هذاك البلاستيك داير بحال الخيمه بصح كبير، كيكونوا دايرين تحت الطوماطيس والكبريت والمساكين مع الدفين اللي ياكل شي يدوروا على هذوك شي اورو ولا شي يدوروا على المساكين ديك المنظر بحال اللي راه ياكل جهنم، تعرفين جهنم؟ انا خدمت غير نهار وهربت في الماطيش، فهمتي؟ الكبريت تبقى غير تحكي بحال اللي قبل الشجره تعرفي، ومع الميكا وتعرقي تعصري داك التريكو السروال ديالك تنف يتفزك السليب ديالك حاشاك كل شيء الشعر ديالك وتبقى غير تحك. انا خدمت غير نهار وهربت فيه، راه وين كيبان ابيض هذاك هو البندر الناظر، شتي؟ هذه هي، راني وريتك القديم وجيت هنايا مع لقيت كيسميتها الخيال ديالي مع عند الدخان، راه الخيال ديالي.